أول سؤال، أنا متجوزة محاولة 4 سنين، بعد تاني إجازة لزوجي اللي هي بعد أول سنة جواز. وأنا بدور على التليفون ولقيت شكيت في وضعه وهو هنا إجازة، اكتشفت إن هو بيخوني. كلام شات مع بنات يعني؟ وهي بعت له صورتها يعني؟ هي مش بنت يعني، مش مخطوبة ولا متجوزة؟ لا لا مش مخطوبة ولا متجوزة. ومع بنات كتير يعني، مش كام واحدة، كان في كذا بنت يعني. هو كده، هو ان هو ده شغله طبيعي، شغله هو السباحة، الموضوع ده عادي ومفيش حاجة من الحاجات دي. وان كلامه مع البنت ما كانش كويس، ده كانت غلطة ومش عارفة ايه، وغصب عنه ومش غصب عنه طبعا. بره الموضوع تمام. وحسيتني كده اكتر ان هو قلة اهتمام، ان هو مش مهتم بيا خالص، ممكن يقعد في الشهر او في الشهر يعني 5 شهور واكتر. ان هو انا مثلا بقى كلامه طبعا، احنا لو بينفع مع الحمد لله، معلش كلام الحمد لله الاول. كل حاجه المعامله تماما اتغيرت يعني، فين وفين على ما افضل قافلنا قافلنا عليه عشان يكلمني، ان هو انت فين بقى، انت مؤخر، انت كذا، انت كذا، انت كذا، فبيكلمني. دي أول حاجة، هو الاهتمام والموضوع الثاني مش عارفة أرجع في قصتي زي الأول، تمام. بالنسبة لي حاجة صعبة جدا يعني. حاضر، هجاوب هجاوبك. حاضر يا سيدي. وحاجة كمان، أنا عايشة مع أهله، أنا متجوزة ومعنديش أولاد وعايشة مع أهله، فبحس إن هي دايما مش عارفة، لما برجع في سؤال موقف أو أي حاجة، أنا بحب أهله جدا ومزعلة عنده جدا جدا. ومامتي وهي تعبانة كنت بقعد تحت رجليها وضربتني، أنا كنت بقول إنها مرحبا، بس هما ما عرفوش بيتغير معايا. بحس إن هو ساعات أنا بخاف منها جدا، بخاف من نظراتها، بخاف من طريقة كلامها، لأن أنا بتتكلم معايا ساعات بتتكلمني بطريقة وحشة، بتزعق أو تعمل صوت أو كده. بحس إن أنا باجي أحكي الموضوع ده ببقى مش دماغه إن هو يسمعني، بيبقى معلش تعدي مش عارفة إيه، ربنا يسهل كده، ده كل الأمور. بيحاول مثلا إن هو يرضيني أو يسمعني من الآخر، أو طب ماشي، طب مين عارف، طب مش، طب أنا هتكلم معايا، طب أنا هعمل كده. لا مفيش الكلام ده، هو بيحس إن أنا عايزة أعمل أمور وخلاص على كده. حاضر حاضر يا أستاذ، حاضر. اسمعيني اسمعيني يا أستاذ. طب آخر حاجة أصلا، معلش، أنا خريجة كلية تربية إسلامية، تمام. أنا الحمد لله بحفظ القرآن وبقرأ من كتاب بحث الخارج وكل ده. انا بحس ان انا عايزه كتب، اعرف كتب اكتر، اللي هو بحس ان انا اعرف اطلع منها احكام فقهيه. طبعا الواحد عمره ما يوصل لثلاث كلمات على حضرتك، بس لا يا متحنا، بحاول اي قدر من بسيط من العلم، ان هو عندي قدر من الاحكام معرفها كده يعني. حاضر. اسمعيني يا اسراء يا عسل، اسمعوا. اكتشفت ان زوجي بيخوني وبيكلم شات مع واحدة وصور ما بينهم، وواجهته وقلت وعملت، وبعدين قال خلاص، وبعدين انا شاكه فيه ودايما بتابع. انا بقول لك اهو نصيحه، ما تتابعيش. والله الحاجه جات لك لحد عندك خير وبركه، احنا مامورين ولا تجسسوا. فافتش موبايل زوجي؟ لا. طب ما انا عارفه ان ربنا ما فتش ليه؟ لان احنا عندنا نهي شرعي، وهو ادام ربنا عز وجل قال كده يبقى هو ده الخير. طب انا قلبي والراجل ده بيكذب عليا، والراجل ده بيخوني، والراجل ده كذا، لكن لجت لك الحاجه لحد عندك، خلاص ساعتها بقى نعمل موقف والكلام ده. وده امر لا يرضاه الله سبحانه وتعالى، والامر ده بيمحي البركه والرزق من البيت، والامر ده زنا مجرد، قال عليه ابن القيم زنا مجرد، وما بال اقوام. وبنصح وبقول تمام كده، تمام. انا عايزه اقول لكم ان الوضع مختلف تماما تماما. طبعا التكليف بحفظ البصر وغض البصر وحفظ الفرج، وان احنا ما بقاش كل واحد متخذ من بره زوجه صديق زوجها ولا هي صديقه، كلا الطرفين الامر بيبقى مختلف تماما. لو الراجل اكتشف حاجه زي كده ما بيسامحش، واحنا بنطالب من الزوجات انهم يسامحوا. ده مش عدل يا جماعه، صدقوني مش عدل. تيجي زوجه تقول لي كذا تبكي، بتقول والله غلطه،
وانا سامعاكي في الحلقه عماله تقولي لزوجه كذا واستحملي زوجك ومعلش وغلط غلطه وخلاص وكذا وبقت كويسه وزي الفل، ليه هم ما يعملوش كده؟ طبعا المقارنه في حدث زي دي في حد ذاتها مش صح، بس انا بقول يعني طالما هي سامحتك وادتك الثقه تاني، ما تكونش ثقه ربنا الاول، لان اللي بيعمل معصيه بيعملها لله سبحانه وتعالى الاول، مش بس عشان الزوجه. والخيانه مش زوجه، الخيانه خيانه وهتك ستر اللي بينك وبين ربنا. اللي عايز يتحمل دوت استغفر الله بقى يتحمله، يعني صلى الله العفو والعافيه للجميع. لكن يا جماعه من فضلكم لو سمحتوا، لو حصل امر زي دوت ما تتجسسيش، وفي نفس الوقت لو حاجه جت لحدك خلاص. طب انا عندي اكد منظومه الثقه بترجع لما بالمعامله ما بينك وما بينه. لو هو عايز يحافظ على بيته دايما ذكريه، مش تذكريه بالعلاقه القاسمه اللي هو عاملها. تعالوا اما اقول لكم ايه اللي بيحصل، تذكروا بالعلاقه القاسمه فيفتكر بقى الثانيه وكانت بتقول الله وكانت ريحتها وكان كلامها وكان ضحكتها وكان بعمل ايه، بلون له الصوره اللي في دماغه اللي هو قرب ينساها، لا الونها له تاني، كانت ابيض واسود اتلونت، ده كانت بعيده لا بقت صوره بارزه وحقيقيه وبتتحرك وصوت وصوره اللهم لا. فالصح ان انا ما اذكرش الكلام ده خالص ولا اكون عون للشيطان عليه. إيه طب انا قلب وجهنا، انا ما مش زر، انا معاكي يعني، انا خليني صادقه برضو معاكي، ما هو مش زر. انت هتفضلي بقى تقولي ايه ما هو بقى هو اللي عمل كذا هو اللي سوى كذا، وهفضل كل شويه بقى تقولوا لي مش عارفه ايه وكذا، مش قادره ارجع. ما انا عندك حق، انت فعلا مش قادره ترجع ومش بسهوله، لكن ينفع بينفع وبتتناسي وبتحاولي الحياه تمشي، بيبقى في غصه بسيطه كده بتروح بمعاملته. فالحل ان هو يرجع منظومه الثقه ليكي بالمعامله، وقولي له كده عشان بيتك يمشي يا ابني وعشان حياتك تبقى كذا وعشان كذا لازم ترجع لي المنظومه دي تاني. ده جزء. الجزء الثاني اللي عايزه اكلمك فيه موضوع الاهل او اهتمامه هو الاهتمام ما بينطلبش تمام، بس في الجيل اللي طالع ده جيل فيه طفره عجيبه جدا. تعالوا احنا نتفق كنساء ان احنا نغير الطفره دي، نعمل ايه؟ نقول لهم اطلبي الامر، ما هو بيبقى وحش مش حلو، وانا اقول له قول لي واقول له كده، ما لازم تيجي من نفسه. ما بيفهموش والله، طب انا احلف لك على ايه عشان تصدقيني؟ ما عندهمش خبره، او لو هو خبره بس هو قبل العلاقه الخاصه وانتهينا وساعتها خلاص الامر بينتهي. تحس المراه ذات نفسها وتحس تقول لك انا حاسه ان انا فتاه ليل، الراجل ما بيجيش ولا بيبقى كويس الا ساعه الامر ده، وبعد كده خلاص لا يطيقنا ولا شايفنا ولا عايزنا ولا حتى كذا. وغير كده كمان ما بينصرش، يعني يحصل موقف مع العيلة ما بينصرهاش ولا بيقول لها كذا ولا الكلام ده خالص، عادي بقى ما تعملي استحملي بقى معلش خلاص. ما طب يا ابني دافع عنه قد ايه الموقف للزوجه اللي حكيت لكم عنها من شويه، اللي زوجها قال لها حطي صبعك بس كده في العصير ده، هو صبعك ده السكر، حط اشربه، عجبكم عجبكم مش عجبكم هو ده صبعها سكر. بتقول والله الجبر خطره ليا ده، انا يعني اشيله فوق راسي والى وقتنا هذا بسبب بس ان هو قال كده. إيه انا عايزه اقول لكم ان الحاجات دي ولو هي لفتاه صغيره بتفرق والله. يا ايها الرجال، يا ايها الازواج، اسمعوا واعوا، اسمعوا ارجوكم. اي زوج اي امراه في الكون لا محتاجه لا ذهب ولا الماس ولا سلوك ولا عايز ان كان موجود ولا بد، مش احنا هنقول لا يعني، بس خليكم ناصحين في الكلام ده، ولا بتبقى محتاجه القصص دي كلها بالمرتبه رقم واحد، ممكن المرتبه رقم اتنين مش مشكله، ولا المرتبه رقم واحد، لكن بتبقى محتاجه ايه؟ الكلمه الطيبه، المعامله الحس. تقول لك والله يعني الزوجه وصبرت على زوجها، عنده ضعف جنسي وما بيخلفش وما بيعملش، تقول لك مش مشكله، انا افضل معاه، انا حباه بس يعاملني كويس. لما ابتدى يسيء اليها ويعملها وحش ابتدت تقول لا، مش عشان هو يعني عنده ضعف ولا عشان هو ملوش في الزواج ولا عشان هو ما بيخلفش، لا، عشان الكلمه الطيبه ما بقتش موجوده. الست اضحك على، انا بقول لك اهو ايها الراجل، اضحك على زوجتك بالكلمه بالطبطبه، اضحك عليها يا عم الله يصلح حالك، اضحك عليها بالكلمه الطيبه وبالطبطبه. ادعو الله سبحانه وتعالى يعني يفهم الازواج كلهم الامر دوت وتنجحوا فيه فعلا كرجال، وتثبت نفسك كراجل باللي احنا بنقول لك يا اخي كلامنجي، اقسم يمين بالله راجل كلامنجي وعارفاه مش عارفه بتاع ايه وبتاع ايه، بس اصله بيراضيني والله يا دكتوره، بيراضيني بيقول لي كلمه طيبه، خلاص هسمع الكلام بقى، بياكل بعلي حلاوه، هي كده الحليب عايز اللي ياكل بعلي حلاوه، كل بعلي حلاوه، تقول لك والله كذا وكذا كفايه على بيراضيني، بس خلاص خلصت. يعني اقول له يعني نقول لكم ايه تاني اكتر من كده؟ ها
يعني نقول للرجال ايه تاني؟ مفاتيح اهو، المفتاح السحري لقلب الزوجه، مفتاح سحر تخش بيه على الغرفه الملكيه في قلب زوجتك على طول، تشيلك جوه عينيها وعلى راسها. الكلمه الطيبه، اكبر بخاطرها، رضيها بس خلاص، بس ان شاء الله تطلبها، روح هات الجبل ده على راسك ذره ذره وتعالى هتعمل ايه؟ عشان الكلمه الطيبه. ادعو الله سبحانه وتعالى يا رب لكم بصلاح الحال، اللهم امين.